أول ملاحظة يمكن تسجيلها بشأن هذا المشروع هي ما تنص عليه المادة 123 منها، وهي آخر مادة في المشروع تحت عنوان أحكام ختامية، كتنص بصراحة لا صراحة بعدها على نسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون. ولو جاء التأكيد كيضيف كتضيف مقتضيات المادة ولا سيما ظاهر 15 نوفمبر 1950 بشأن قانون الصحافة والنشر مع ما لحقه من تعديلات بموجب ظاهر 12/10/71 وظاهر 10/4/73 وأخيرا ظاهر 13/2002. لم يكن قانون الصحافة والنشر منذ ظاهر 15/1958 وإلى الآن يخضع سوى للتعديل تلو التعديل بما يحفظ سماته الأساسية وجوهره العام بوصفه يكتسي بالأساس طبعا جزائيا وعقابيا موغلا في الاحتراز والوقائية. التنصيص في المادة 123 في المشروع ديال قانون الصحافة والنشر الحالي على كونه كيتم النسخ بصفة تامة ومطلقة ديال كل المقتضيات الشرعية المخالفة لهذا المشروع يومئ إلى سلوك نهج تأسيسي لمرحلة جديدة في تاريخ قانون الصحافة والنشر. فهل نحن حقا على مشارف الانعطاف نحو مرحلة تأسيسية جديدة؟ ما هي السمات الأساسية لهذه المرحلة؟ ولا سيما إذا ما يسمى قانون الصحافة والنشر كما قلت من صبغة جزائية وعقابية موغلة في الاحتراز والوقائية. ما هو نطاق هذه المرحلة التأسيسية؟ وما هي حدود هذا النطاق؟ جاء في معرض البلاغ الصحفي الصادر على إثر مصادقة مجلس الحكومة على هذا المشروع أنه نتاج هكذا، وخلافا لما أشار إليه الزميل الأستاذ توفيق بوعشرين، أنه نتاج لمقاربة تشاركية معززة بحوار وطني أثمرت عددا من التوجهات عددها البلاغ، وسمحوا لي نعود نأكد عليها لأنها مهمة، إلغاء العقوبة الحبسية وتعويضها بغرامة مالية غير حبسية، الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية، إرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، ضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، إرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، العمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف، إناطة القضاء وحده بالاختصاص المتعلق بالحجز حجز الصحف أو حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية، التنصيص على إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف في اتجاه احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة والحق في تقديم أدلة الإثبات خلال وطيلة مراحل الدعوة ومراحل التقاضي، نظام حالة العود، إلغاء العقوبة الحبسية بشأن هذا النظام، جعل مدة العود في سنة واحدة، احترام قرينة البراءة، التنصيص على الأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض في قضايا القذف. اعتبرت الحكومة أن هذه التوجهات دليل على إرادتها في الاستجابة لانتظارات المهنيين، وخاصة وأنها أخذت بمعظم أو بالغالبية الساحقة من اقتراحاتهم المقدمة بشأن هذا النص، وأفصح هذا البلاغ كذلك عن أن هذا المشروع هو ترجمة أمينة لأحكام الدستور الجديد بما أكد عليه من حرية التعبير وكفالة حرية الصحافة مع الوفاء لالتزامات الدولية للمغرب فيما يتعلق منها بالاتفاقات السبع الكبرى وضمنها البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تمت المصادقة البلاغ الصحفي نوه بمصادقة مجلس النواب يوم 23/12 في نفس اليوم الذي صدر فيه البلاغ على مشروع القانون المتعلق بالمجلس بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وفي نفس اليوم بالمصادقة على مشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحفي المهني. وهذا التنويه تبعت واحد العبارة جات في البلاغ الحكومي كيقول هذه المصادقة تمت بدون أي اعتراض، ما كاينش لي نقش. هكذا اعتبر البلاغ الحكومي أن هذا الأمر، أن هذا المشروع الثالث يؤسس لمدونة متكاملة للصحافة. في تقدير أي مناقشة ومحاكمة إن صح التعبير لهذه التوجهات هي مناقشة لن تكون ذات جدوى مؤكدة، إن هي انحصرت في استحضار المرجعيات الدولية والوطنية أو المبادئ والأحكام العامة للحقوق والحريات ذات الصلة بما تتسم به من إجمال وتعميم. ما لم تنفذ كل مقاربة رصينة للصلب نص هذا المشروع بما ينبغي من إمعان وتدقيق في التفاصيل والجمل والثنايا والمفردات التي تمس الجوهر وتمس الناحية الإجرائية، فهل من شأن مقتضيات هذا والسؤال في نظري المركزي في هذا الظرف مشروع خرج سرقت عليه الحكومة، هل من شأنه من شأن مقتضياته وهيكلته وهندسته وبنائه وصياغته أن تتحقق فعلا مع هالغايات والمقاصد المتوخات من خلال التوجهات المعلن عنها بصفة رسمية؟